Oggi, 13 aprile, ascoltiamo la preghiera dell'Associazione delle Comunità Musulmane di Via Unione Sovietica di Carpi, letta dall'imam Selmi Murad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نعوذك من هذا الوباء اللهم اكشف عنا هذا الوباء اللهم ارحمنا برحمتك اللهم تجاوز عنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البعث ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام باسمك اللهم يا رب العالمين اللهم يا رافع الضر يا كاشف الهم اكشف عنا هذا الهم اذهب عنا هذا الوباء احفظ كاربي وإيطاليا من كل سوء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين 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 آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Detto del profeta, sallallahu alaihi wasallam, si capitasse le